السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ معلش ما أطلعش أتكلم كتير صح؟ بس يعني أنا موجود الحمد لله، يعني الدنيا معلش والله والله أنا عارف أنا مقصر جدا مع ناس كتير قوي، وبعدين مقصر في حق اللي أنا بعمله واللي أنا بحبه، ودي حاجة وحشة جدا، بس مش بإيدي، شوية والله شوية كده شوية وهنتقل وهننزل وهنكسر الدنيا والدنيا هتعلى معانا كله هيعرف وكله هيشوف. المهم يعني إن أنا كنت عايز أتكلم معاكم في إيه بقى؟ بما ان في واحد صاحبنا يعني بينزل فيديوهات كده وبيعمل حاجات كتير ملهاش اي 30 لازمه وما شاء الله بياخد فلوس عاليه جدا ويعني بتاع السوشيال ميديا، فانا قررت قرار جميل جدا. طب ليه ما احنا كمصريين يعني اللي شغال واللي مش شغال واللي طالعين في الشغل زي حالاتي واللي طالعين وجايله في الشغل في مصر واللي شغال هنا واللي شغال هنا والدنيا دي كلها واللي مش لاقي شغل اصلا، الناس دي ليه ما نجمعش كده ونجمعهم كلهم ونتفق ان احنا اللي هينزل فيديو لازم كله يخش يشوفه، احنا هنعملها زي جمعيه كده، جمعيه بسيطه جدا عباره عن اللي اي حد بيخش بينزل فيديو لازم تخش تعمل فيو لازم. فاحنا هنحاول نعملها مثلا ب 3 مليون نفر مثلا، بقى 3 مليون واحد وعايزين بقى ايه بس هي دي الخطه الالفيه الجايه. هل اليوتيوب بقى هيميز انت مين ومين اللي عمل ده 3 مليون واحد انت بتتكلم في ايه يعني؟ فانت يا عم احنا مش عايزين 30 الف في الشهر يا عم، يا هي 1000 احنا عايزين 1000 واحد، احنا موافقين ما عندناش اي مشاكل. وبعدين خد بالك انت لو 3 مليون هتعمل 30000 برضه، بس انا بقول لك يعني هنمشيها حبايب، احنا هنعمل الجمعيه هندخل ايا كان بقى عدد المصريين، كل واحد يدخل 2 هنعملها زي كده كيوريدي ولا كده اسمها ايه مش فاكر، اللي هو قاعد معاكم على طبله وقاعد يقول لك مش عارف ايه. المهم يعني ان احنا هندخل الناس دي كلها مع بعض يوم، واي حد ينزل فيديو فينا هنعملها جمعيه، في واحد هينزل فيديو كل اسبوع، كل واحد هينزل فيديو كل اسبوع على حسب بقى العدد بتاع الناس ان شاء الله. يعني واحد الاسبوع ده يكون لازم يكون عمل 3 مليون لازم، ان كل واحد بقى في البتاع دي لازم يخش يعمل فيو لازم ما فيهاش. حلو، وبكده ال 3 مليون واحد اللي عندنا دول في مدار اسبوع هيبقى عندهم 3 مليون فيو، وهكذا بقى. انت بتتكلم في فيديو واحد، تخيل بقى انت خلاص الموضوع ماشي بقاله كتير وعملنا ارقام رهيبه والدنيا حلوت جدا وكل واحد بقى عامل 200 فيديو، ف 200 فيديو في 3 مليون اضرب هوبا دق تيك ترك معاك فلوس قد كده، اليوتيوب مش هيعرف حاجه. ايه رايكم؟ فكره جميله جدا وجميله جدا والله والله العظيم، تستاهل التفكير والتنفيذ. ما حد ينفذ بقى، حد ينفذ. انا معاكم، انا اولكم ومعاكم والله، اللي هيبتدي انا معاكم. انا يا عم انا عايز اريح يا عم واقعد زي الناس دي في ايه يا عم، انا عايز ارجع يا عم. يلا يلا اشوفكم على خير. المهم يعني ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب ان شاء الله يعني بدون مقاطعه احنا بنعمل كده بروسيسنج بسيط عشان نعرف نبتدي بقى نصور فيديوهات والكلام ده كله بطريقه نظيفه بطريقه جميله والكلام ده، ربنا يسهل يعني ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير. سلام.